يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في حلقات من روائع القصص. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه القصة، أن فيها عظات وعبر عظيمة جدا، قصة أصحاب الأخدود. وزي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، نقيت القصة دي بالذات في بداية الحلقات ديت، أن فيها دروس عظيمة جدا هتفتح معانا مجال عظيم جدا في ما بين الأسرة وما بين التربية والتنشئة والتضحية والبذل والعطاء والإيثار. أشياء جميلة جدا محتاجين نحن نحييها في نفوس أبناء هذه الأمة الميمونة المباركة. كلمنا المرة اللي فاتت عن أنه كان هناك ملك، وعند هذا الملك ساحر، والساحر ده كبر في السن. بدل ما يقول أتوب إلى الله عز وجل وأرجع إليه سبحانه وتعالى بقى وخلاص ربنا يعني عفى الله عما سلف، أبدا، يعني هو متلهف جدا لانتشار هذا الشر وبقاء هذا الشر من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يا سبحان الملك، مش بقول لك السعيد من إذا مات طويت صحيفة سيئاته؟ إنما دي مشكلة، يعني بدل ما الرجل يفكر في إزاي إنه يعفى عنه وإنه يغفر له وإن الذنوب دي كلها تنقلب إلى حسنات أو على الأقل تغفر، فلا، كل اللي بيفكر فيه إزاي إن الشر يستمر من بعدي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودي إحنا بنقول برضو نصيحة لأبائنا وأمهاتنا اللي كبروا في السن وهم ما كانوش بيسمعوا يعني إيه دعوة ويعني إيه صحوة ويعني إيه دين ويعني إيه سنة. طالما عرفت الحمد لله رب العالمين ألقيت عليك الحجة، ابدأ من الآن. تقول لي يعني بعد ما شاب ودوه الكتاب؟ أبدا والله، ده بيبقى كبر في السن وبتبقى بداية جميلة جميلة جدا ليه بفضل الله سبحانه وتعالى. وأبشرك بحديث جميل جدا أسوقه إليك، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث جميل قوي وبيفتح باب الأمل لكل إنسان كبر في السن ولسه هيتوب النهاردة الليلة دي إن شاء الله، دلوقتي حالا إن شاء الله. الحديث رواه المنذري بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ده كبير جدا في السن، ودرجة أن شعر حواجبه سقط على إيه؟ أو سقط حاجبه على عينيه من كبر السن. فدخل على النبي وهو كان لسه ما أسلمش، فقال: يا محمد، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان. والله العظيم يا جماعة، البسمة الجميلة ديت من أي داعية والله العظيم لها أثر عظيم جدا في توبة كثير من الناس، وبقولها لك بصدق من قلب والله العظيم، بسمتك الحلوة ومعاملتك الحانية ديت لها أثر عظيم جدا في نجاح دعوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجه هذا الرجل وقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الراجل مش مستوعب الموضوع لأنه هو عامل حاجات النبي لسه ما عرفهاش يعني صلى الله عليه وسلم. فالراجل بيقول له: وغدراتي وفجراتي. يا رسول الله، أنت تعرفش أنا عملت إيه؟ ده أنا عملت بلاوي. وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا: الله أكبر الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى غاب الرجل عن عينيه. فاوعى تيأس، اوعى تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ابدأ من دلوقتي، من عمر 70 سنة ابدأ من دلوقتي، 80 سنة، 90 سنة، 1000 سنة يا سيدي مش مشكلة، ابدأ. طالما أنك لم تغرغر وطالما أن الشمس لم تشرق من مغربها، خلاص يبقى باب التوبة مفتوح. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ويعني يتوب الله عز وجل على العبد ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. فربنا يرزقنا وإياكم توبة نصوحة، لعل وعسى يمكن واحد من أبائنا، ربنا يا رب يحفظكم يا رب، يرزقكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. واحد عنده 60-70 سنة قاعد قدامي دلوقتي يمكن يقول: والله كلام كويس، وإن شاء الله من الليلة دي هتوب وصلي، ومن بكرة هصوم إن شاء الله، وخلاص وحياتي تبقى كده، ويموت الليلة دي. يكتب له كل الأعمال، كل العمر اللي فات ده كله، كل الذنوب والمعاصي بتاعت 60-70-80 سنة. تخيل حضرتك بقى لما تتقلب حسنات، يا الله، تخيل بقى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تعالوا نخش على بيت الحديث وبيت القصة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الساحر بيقول للملك: يا جماعة، بيقول له ابعث إلي غلاما أعلمه السحر.
خد بالك بقى ليه، اصل انا كبرت وخلاص بقى ما بقتش قادر ان انا اقوم باعمال السحر، فانت هات لي واحد اعلمه. الملك ده ما كانش عنده ريحه الذكاء، ايه الدليل على كده؟ اكيد حضرتك برضو بتسال نفس السؤال. طب هو الملك ده كان بيعتقد ان الساحر ده عنده قدره على السحر وعلى فعل الاشياء الخارقه للعاده، وانه بيعمل اشياء يعني قد تكون قريبه في الشبه فقط من الكرامات، وانه بيعمل ان الكرامه لا تثبت الا لولي، لا تثبت لانسان شقي عايش على السحر وهذه الاشياء. فاذا كان الملك كان بيعتقد في هذه الاشياء، طب ما كان يسال السؤال ده، مش انت ساحر وبتعمل كل اللي انت عايزه، ولو عايز تحول الميه لدم بتعملها ومش عارف وتعمل ايه، وتعلق لمط في الحيطه وبلح في السقف، يعني بتعمل اللي انت عايزه كله واخد بالك، وتقلب البطيخ شمام والشمام مانجا ومش عارف ايه، طب ما تسحر نفسك وترجع شاب ابن 20 سنه. مش سؤال وجيه؟ سؤال وجيه. ما دام الساحر عنده قدره على انه يسحر هذه الاشياء، طب ما يسحر نفسه، بدل ما انا بسحر غلام عشان ينقلب الى مش عارف ايه، واسحر التعبان عشان ينقلب الى عصايه، طب ما اسحر نفسي وارجع شاب حلو جميل كده عند 20 سنه وابتدي من تاني رحله السحر مع الملك. لكن الملك لاني مطموس على عقله ومطموس على قلبه لم يدرك هذه المساله. بعض الناس اللي بتشوف على بعض قنوات الفضائيه قنوات السحر، يقول لك الساحر يقوم عامل ايه، مشاور بايديه كده، الاثنين قاعدين على الانطريه، شباب بيحكوا لي اثنين قاعدين على الانطرات، فالساحر يوم جاي قدام الجمهور، وبعدين بعض الناس كدبوه قال لهم لا طب خلاص تعالى نعملها بره في الشارع مش على المسرح بقى، يمكن تقولوا في حاجه ايه متعلق فيها الكراسي ولا تعالى نعملها في الشارع. وفعلا بيقول لك مشاور بايديه كده، فالاثنين اللي قاعدين على كراسي الانتريه اترفعوا في السماء كده لفوق كده مثلا خمس ست ادوار وهم قاعدين على الكراسي، وبعدين في النهايه راح مشاور ينزلوا راح نازلين. ويقول لك ده مش ممكن، ده راجل يعني رهيب. أقول لك أبدا، هو رجل يستعين بالجن، والجن له قدرات معينة تختلف عن قدرات البشر، والاستعانة بالجن تستلزم أن يكفر الإنسان بالله جل وعلا حتى يكون الجني مطيعا له. خد بالك، وكلما ازداد الساحر، احفظ الجملة ديت، وكلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الجني طاعة للساحر. مصيبة مصيبة يا جماعة اللي احنا مصدقين الكلام ده. هو الساحر بيعمل ايه؟ وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هو يسحر عين الإنسان اللي بيمسك لك بضاية، وبعدين يقوم له بص اهو افتح ايديه، تفتحها ما تلاقيش البضاية، مرة واحدة تلاقيها في ايد التاني. هو اللي بيحصل، هو يسحر عين الناس، أو أن الجن يأخذ البيضة فيخفيها ثم يضعها إضاعة في يده الثانية، والناس لا تدري، لا تعلم أن الجن بيساعد هذا الإنسان. شاهد في الموضوع أن الملك ما كانش واخد باله أن ما فيش أي إنسان في الدنيا يا جماعة يعلم الغيب إلا الله، ما توحده لا إله إلا الله، يعني عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله أكبر. يبقى إذن ما فيش حد في الدنيا يعلم الغيب على إطلاقه أبدا. الله، طب ما النبي كان بيعلم بعض الغيبيات. أيوة دي بعض الغيبيات أذن الله عز وجل فيها للنبي أن يعلمها، زي علامة الساعة الصغرى وعلامة الساعة الكبرى، وزي مثلا ما كان يخبر وهو واقف صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري لما الصحابة راحوا في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة، وكان عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200000، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند البخاري واقف يوصف للصحابة القتال وهو قاعد فين؟ في المدينة. يقول أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، يعني مات قتل، واخد بالك؟ فأخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله جل وعلا اللي هو خالد ابن الوليد، ففتح الله عز وجل عليه، والنبي عيناه تذرفان الدموع. فالنبي عليه واقف في مكان وبيوصف حاجة حصلت في مكان تاني، ده غيب ولا مش غيب؟ طبعا غيب، لكن مين اللي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا غيب؟ الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالغيب. وإلا لما سأله جبريل متى الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. مش ده غيب؟ مش الساعة دي غيب يا جماعة؟ قيام الساعة. ولما الصحابي جه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صرفه من المهم إلى الأهم، متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من شيء، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. يقول أنس روى الحديث فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس رضي الله عنه وارضاه؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإحنا ورب الكعبة
بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب كل الصحابة، ونحب كل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. نرجع لنص الحديث تاني ونشوف بقى العظة والعبرة اللي جاية. فقال الملك للساحر، اوعى تقول لي بقى ده احنا من كنت بقى العبر والعظات هننسى الحديث نفسه وننسى القصه. لا ما تشغلش بالك، انا كل مدى افكرك واجيب لك من الاول. هتلاقيني كل حلقه كده بجيب مرشدين ومجيب لك من اول الحديث وافكرك بايه، بالكلام بتاع الحديث. فقال الملك، ابعث الي غلاما وعلمه السحر. السؤال اللي اكيد بيخطر على بالي وعلى بالك وعلى بالك يا ميدان انت كمان وعلى بالنا كلنا، هو ايه؟ اشمعنى الساحر قال عايز غلام؟ ليه ما قالش عايز واحد عنده 20-30 سنة أو واحد عنده 50 سنة يكون إنسان كده راكز والحمد لله وعائل تمام؟ ليه ما نقاش كده؟ قالك لأن الغلام كما يقولون النقش أو التعليم في الصغر كان نقش إيه؟ كان نقش على الحجر. إن الغلام ده هيتعلم بسهولة جامدة جدا ويحفظ، لأن الذاكرة بتاعته ما شاء الله ما زالت زي ما بيقولوا كده الهارد فاضي، فأنت هتملى الهارد بقى خد بالك. انما اللي زي حالتنا بقى الهارد بتاعه هنج خلاص، يعني فاهم ازاي؟ اتملى وبقى يعلق واخد بالك يعني ايه، والذاكره بتضعف كل ماذا الذاكره هتبتدي تضعف. فقال اسمه غلام. غلام ليه؟ بيحفظ بسرعه، يذاكر بسرعه، نبيه فوق ده كله. لما يتعلم وهو صغير يفضل بقى سنوات طويله جدا يخدم الملك. الغلام سنه من 3 ل 9، قول سنه 9 سنين. لما يتعلم السحر يبقى عنده 10 سنين، يفضل قاعد مع الملك كمان 60-70 سنه يخدمه. يعني الملك يكون مات وشبع موت واخد بالك، يبقى الملك كده ضمن ان واحد يفضل قاعد معاه فتره كبيره من الزمن، صح ولا لا؟ فده كان ذكاء من الساحر نفسه. وزي ما بيقولوا كده ايه، يعني هو ركز على الغلام لان تربيه الغلام على السحر من صغري تنفعه، تنفع مين؟ تنفع الملك. انما وده يدينا درس مهم قوي، التركيز على تربيه النشء الصغير. تاخد بال حضرتك، يعني انا حتى يعني بعض الناس كان سالوني، هو انت ليه عملت في القناه درس الاطفال؟ مع ان ده انت عارف موضوع معامله الاطفال موضوع ما هوش سهل، يعني ده انا ادي 3 4 دروس فضفضه كل درس ساعتين اسهل عندي من الساعه اللي بقعدها مع الاولاد، لان الاولاد عشان تقدر تسيطر عليهم وتكلمهم وتوصل لهم معلومه هم يفهموها ويتقبلوها، وتنزل بقى من عمرك ده كله لحد سن الاطفال وتبتدي تقول لهم حاجات هم يستوعبوها، مساله ما هيش سهله. لكن ليه اخترتها؟ لاني على يقين من ان النشء ده لو قدرنا نشكله من صغري على حب الدين، حب الاسلام، حب ربنا، حب النبي، حب السنه، حب الاداب الاسلاميه الجميله والاخلاقيات الحلوه دي كلها، يبقى احنا كسبانين، يبقى احنا فعلا كده هنجني الخير لديننا ولبلدنا. بلد تطلع بدل ما يبقى كل الجيل اللي طالع ده جيل بقى ربنا عارفين عفيك كله بقى جيل في البنجو والحشيش والنساء والرشوه والسرقه والكلام ده كله، لا احنا عايزين نطلع جيل من جيل افاضل، جيل ناس يعرفوا يعني ايه غض بصر، يعني ايه صله رحم، يعني ايه بر والدين، يعني ايه ينزل ويوطي ويحني جبهته ويبوس ايد امه ويبوس رجليها، يعني ايه انسان جيل يطلع يحط جبهته وانفه دي في التراب ويسجد للخالق جل وعلا ويذل نفسه لله سبحانه وتعالى ويدوق طعم الطاعه ولذه الطاعه والقرب من الله سبحانه وتعالى. عايزين جيل بالمنظر ده. هيجي ازاي؟ ما يجيش بقى بعد ما يبقى عنده 50 سنه اقول له تعالى نربيك واخد بالك، لا نجيبه بقى وهو صغير كده لسه عنده 4-5 سنين ونبتدي بقى نربي، نبتدي ايه نربي ونبتدي نعلم ونبتدي نقوله ده، مش هنقوله بقى من ناحيه حلال وحرام، الطفل ما يفهمش حلال وحرام، انما الطفل يفهم ده صح وده غلط وده عيب وده مش عيب وده جميل قوي وده حلو قوي، وانت كده تبقى جميل وتبقى لذيذ لما تعمل حاجه زي كده، ويبقى انت كده بتحب ربنا وربنا يحبك لما تعمل كده، وهكذا وتبتدي توصل للطفل. ولكن الطفل دايما يحب ايه؟ المعلومة البسيطة والأسلوب البسيط والبسمة والضحكة. وسامحوني ولذلك أنا أتبسط جدا في دروسي مع الأطفال. ليه؟ لأن ده طفل، ما ينفعش أن أنا أكلمه وأقول له بما إن وحيث إذا، مش هيفهم ولا كلمة مني، فلازم أكلمه باللغة بتاعته واخد بالك، يعني لازم اقعد اهزر معاه واضحك معاه والله. ولولا بس الواحد بس عشان برضه يعني البرستيج زي ما بيقولوا، كان الواحد يجي لهم بترين يقعد معاهم بقى ونهيص بقى ونضحك مع بعض. يعني ربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا ويقع الخير. فشاهد في موضوع ان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم كان اهتمامهم الكبير جدا بتربيه النشا، كانوا يصومون صبيانهم ويعدهم لهم اللعبه من القطن كده عاملينها فاهم ازاي، فاذا جاعوا بداوا يصرخوا يقوموا حاطين لهم لعبه يقعدوا يلعبوا بيها لحد ما يجي وقت الاكل ومأكلينهم.
فشوف قد ايه اهتمام السلف بتربيه الاولاد. كانوا تحفيظ القران ده كان شيء مشهور جدا عند السلف، ان اغلب اولاد السلف يختم القران عنده 5 سنين 6 سنين، يوم ما يعني عجز قوي يبقى 7 سنين. 7 سنين ختم القران بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله كانوا يربونهم على السير والمغازي، كانوا يعلمون أولادهم السير والمغازي كما يعلمونهم السورة من القرآن كما قال كثير من السلف هذا الكلام، وكانوا يربونهم على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك كنت قاعد مع أولادك كده وبعدين تسمع مثلا أحد المشايخ بيتكلم فبيقول قال رسول الله، فأنت قاعد او متكئ ففجاه ايه ابنك ليك تقول ايه صلى الله عليه وسلم وتبتدي ايه تقوم قايم ومنتفض كده وبتقولها بصوت ايه، فالابن يتربى على ان في قدر عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ان ابي اول ما سمع كلمه قال رسول الله قام واتنفض كده وقال صلى الله عليه وسلم. الامام مالك رحمه الله رحمه واسعه كان لا يروي حديثا للنبي وهو متكئ ابدا، لا يمكن. أول ما أسمع قال رسول الله كان يجلس ويعتدل. لماذا يا إمام؟ قال أسمع حديث النبي وأنا متكئ؟ هذا لا يكون من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتربي الولد هذه التربية بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذا النشأ ينفعك. ابنك ده بتربيه لمين؟ مش عشانك أنت، يعني ما بربيش ابني علشان ابن ده يطلع ينفعني، لا أنا بربي ابني لله، لله. لو ربيته لله يقينا ربنا سبحانه وتعالى هيقر عينك بهذا الابن. الله، شو بقى إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 من بينها أو ولد صالح يدعو له. في رواية ابن ماجه بسند صحيح، حديثنا رواه مسلم، في رواية ابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم أو ترك ولدا صالحا، يعني حتى لو لم يدعو له فهو في ميزان حسناته. ليه؟ الولد من كسب أبيه. وده الاستدلال اللي استدلوا ابن عباس رضي الله عنهما من قول المولى عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. خد بالك، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله وما كسب، قال ماله وولده، ما كسب يعني ولده، يبقى ما أغنى عنه ماله وولده، فالولد من كسب أبيه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وفوق ده كله كمان بقى، فوق أنه ينتفع بالعبادة التي يفعلها الولد، كل ده في ميزان حسناته. يعني أذكر مرة كان أخ بيصلي الظهر معنا وعنده ما شاء الله 10 أولاد صبيان وكلهم كبار، فلما صلينا الظهر فقال لهم الحمد لله أنت صليت الظهر مرة، أنا صليت 11 مرة. إزاي؟ قال أنا صليت الظهر وولادي العشرة صلوا الظهر وكل أعمالهم في ميزان حسناته. ابنك لما يقرأ حرف واحد من كتاب الله، الحرف الحسب حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، فشوف بقى لو قرأ صفحة قرآن بس ب600 حرف ب6000 حسنة كل ده يبقى في ميزان حسنات. تخيل حضرتك لو عندك بقى مثلا 10 أولاد 15 ولد كل ده يعبد ربنا يطيع ربنا يقرأ القرآن يذكر الله يصلي يصوم يحج يزكي، كل هذا في ميزان حسناتك. ولذلك يعني لأننا جميعا بمثابة أبناء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل أعمالنا تكون في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صلوات ربي وسلامه عليه ورضى الله عن أزواجي وعن كل الصحابة، اللهم آمين. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ طب جيت دخلت الجنة، وحتى وأنت في الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة، حتى وأنت في الجنة لو كنت وصلت لدرجة معينة في الجنة وأولادك في درجة أقل، عشان ربنا يقر عينك في الجنة يقول جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله، أبقى أنا في درجة معينة في الجنة، ابني كان أقل مني في الطاعة بس أنا ابني ده وحشني، أنا نفسي أشوفه. ومن كمال يعني إيه يعني من كمال المتعة في الجنة إن الإنسان ربنا يجمعه هو حبيبه، هو حبيبه. عشان كده بقول ربنا يجمعني وإياكم، أنتوا حبيبي، ربنا يجمعني وإياكم في الجنة رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى إكراما لهذا العبد يرفع له ذريته في الدرجة بتاعته في الجنة عشان يكونوا معاه في الجنة. طب فوق ده كله أنت ممكن نفسك درجتك تترفع في الجنة بسبب ولدك. ايه الدليل على كده؟ عايزين كل حال دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والنسائي بسند حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ عشان كده بقول لكل اب ولكل ام، خدت بالك بقى، شوف قصه اصحاب الاخدود هنطلع منها بقى ونتشعب في كل مسائل التربيه اللي ممكن تتخيلها في الدنيا دي كلها، وكل مسائل هنتكلم في مسائل العقيده ومسائل التربيه وكل ما تتخيله هنتكلم فيه من خلال قصه اصحاب الاخدود. يبقى انا عشان كده بانادي واناشد كل اب فاضل وكل ام فاضله، بالله عليكم فضوا وقت لاولادكم، ولادكم دول امانه في اعناق في اعناقنا جميعا. اقعد مع ابنك مع بنتك مع اولادك، اقعد علمهم،
ذكرهم بالله، هينفعوك، هتنتفع بهم والله، هينفعوا هذا الدين وينفعوا الوطن وينفعوا أهلهم وينفعوا أنفسهم بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا بقول لأي إنسان خايف على أولاد، خايف على أولادك من إيه؟ من الظروف والدنيا، فعشان كده بعملهم مرشدين أبدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كان سعيد بن مسيب رحمه الله رحمة الله كان يقول لابنه محمد: والله يا بني إني لأزيد في كل يوم في صلاتي رجاء أن يحفظني، أن يحفظني الله فيك. أنا كل يوم بزود في النوافل في العبادات عشان ربنا يحفظني فيك ويحفظك ليا. شوف الفهم العالي لسلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. فهي دي المسألة، إن احنا نقعد مع ولادنا نعلمهم نذكرهم بالله، تربط قلب الولد بالله سبحانه وتعالى. إن النعمة دي حبيبي ربنا رزقني النعمة دي، يبقى مين اللي رزقنا حبيبي؟ الله. مين اللي رزقك نعمة البصر؟ الله. اقعد ذكره دايما بنعم ربنا، وكل حاجة جميلة اربطها كده ايه بان ربنا هو اللي رزقنا الحاجة دي يا حبيبي، ربنا هو اللي اعطانا هذا، ربنا هو اللي اكرمنا بالنعمة دي، وهكذا. تحببه في النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفه. لولا النبي حبيبي صلى الله عليه وسلم، لولا ان ربنا يصل لنا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، احنا ما كناش نبقى اصلا نسوي حاجة خالص. يعني ربنا يعني جعل لنا هذه القيمة العظيمة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقعد كلمة قول له النبي علمنا كذا وعلمنا كذا. طب تخيل حبيبي بقى لو ما كانش النبي علمنا كده كنا هنعمل ايه؟ تخيل لو ما كانش النبي عرفنا يعني ايه بر والدين، كنت هتطلع انت تأذيني وانا أأذي والدي وده يأذي والده، وكانت الدنيا كلها تبقى غابة يا ابني، كناش نعرف نعيش خالص. شفت قد ايه النبي كان جميل ازاي؟ شفت قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجات حلوة ازاي؟ حببه في النبي، عرفه مين هو النبي، اقرا عليه سيرة الرسول عليه السلام، بدل ما تحكي له حكايات امنا الغوله وابو رجل مسلوخه والعيل يطلع خايف يا عيني، العيل ينزل تحت الشارع حاجه لابوه بالليل وهو طالع: يا ماما الحقيني ابو رجل مسلوخه مستخبي لي تحت مش عارف ايه، والولاد يطلع مرعوب فعلا والله. وياما شباب كتيره كان في سننا واحنا صغيرين كان يجي له رعب من انه يمشي في الضلمه. ليه؟ لان الاب بيحكي له: يا حبيبي وانت ماشي وخد بالك وهيطلع لك مش عارف الجنيه اصل جنب البحر، فهتطلع لك وتلاقي ديلها عامله زي ديل السمكه. والولد عيني يتخيل اي المنظر ده حتى لو مش شايفه، فيطلع عيني كمان وخايف طب وليه؟ علم ابنك سيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، علمه ازاي الزبير بن العوام فتح مصر مع عمرو بن العاص، وازاي ان هو رمى نفسه بحصن بابليون وعمل وضحى. علمه ازاي البراء بن مالك لما قال: اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء شهاده في سبيلك. علمه ازاي ان سيدنا انس كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. علمه ازاي ان سيدنا ابو طلحه كان يتترس على النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه، وان طلحه بن عبيد الله كان بيحمي النبي في غزوه احد ازاي، وسعد بن ابي وقاص كان بيعمل ايه. علمه السير الجميله دي علشان يطلع الولد بالبلد كده. عايزك تربي ابنك تربيه القاده لا تربيه العبيد. ما تقولوش يا حبيبي امل في الحياه انك تطلع جون ترافولتا. هيطلع جون ترافولتا؟ ما هو هيطلع ايه؟ عايز يا حبيبي تطلع مايكل جاكسون. امنيه عمر تبقى مش عارف زي طب وليه؟ زي بعض الامهات يعني تسالها مثلا تقول لها مثلا: امنيتك يا حاجه ابنك يطلع ايه؟ يطلع مهندس، يطلع دكتور، يطلع مثلا ضابط شرطه عشان يبقى لنا ظهر، واخد بالك؟ طب الولد لا قدر الله حصل له اي ظرف، حادثه، مش عارف ايه، ربنا يا رب يعفو عن جميع اولادنا يا رب العالمين، فذهب بصره. تقول لك امرين يا الله، يطلع شيخ يعني يعني خلاص هم يعني المشايخ اللعين يعني ما يبقى مثلا، طب ما يبقى برضه بنعمه البصر ويطلع شيخ برضه، سبحان الملك. فهذه المساله ان يبقى عندنا طموح عالي في اولادنا، ان انت تقول لابنك: والله يا ابني انا والله اتوسم وعندي يقين في الله عظيم جدا ان انت يا ابني يا حبيبي ان شاء الله اللي ان شاء الله هتفتح بيت المقدس، ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله يا حبيبي هتكون امين للمؤمنين، ان شاء الله تكون عالم من علماء المسلمين، ان شاء الله ربنا ان شاء الله يعني يجعلك سبب هدايه الامه الاسلاميه. الولد يطلع من صغره ما شاء الله حاسس بكيانه، حاسس بالمسؤوليه، حاسس بحبه للدين، حاسس بانه لازم يطلع حاجه كبيره، ما ينفعش يطلع حاجه اي كلام كده وخلاص. انت واخد بالك المساله عامله ازاي؟ فالابن لما يطلع بالمنظر ده من صغره يطلع شايل هم الدين، تلاقي نسخه من غلام اصحاب الاخدود اللي احنا بنحكي قصته النهارده. يبقى انت لو عايز تبني امه ابدا من بيتك. الناس النهارده اللي عماله تقول والبلد والدنيا ومش عارف ايه، ابدا من بيتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. بدل ما انت عمال تنقد في المجتمع، والمجتمع اصلا مجتمع ضايع ومش عارف ايه، والناس بعيده والناس بقت وحشه ومش عارف، طب ما تظبط نفسك كده. عايز الناس تبقى رحيمه، ارحم انت الناس، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم.
من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. دائما كلما ترحم ربنا ييسر لك من يرحمك، وكلما تغفر ربنا ييسر لك من يغفر لك ويسامحك، وهكذا. وكلما تؤثر ربنا يبعث لك أو يرسل لك أو ييسر لك من يؤثرك على نفسه. زي ما أنت بتعمل هيعمل فيك، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فالحق نفسك النهاردة أخوي وحبيبي، تم بولادك بأسرتك، دي أمانة، أمانة في أعناقنا جميعا، إن ابنك ده لازم تربي أحسن تربية، أحسن تربية بجد. أنا أعرف يعني بعض الأسر ربنا يبارك فيهم يا رب احفظهم، الولد ما شاء الله 7 سنين لازم يكون خاتم القرآن، ده مش ممكن. لو تأخر 8 سنين ده يبقى أعمل نبذانهم يعني إيه ده يعني ده يعني لا، أسر ما شاء الله محافظة، والولد بعد ما يختم القرآن 7-8 سنين على طول يبتدي يحفظ في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ويبتدي ما شاء الله يلزم أي أحد من أهل العلم علشان يتعلم على يديه. يطلع الولد ما شاء الله نجيب، الذاكرة بتاعته الهارد بتاعه يتملي صح، ما بيجيش الهارد بتاعه بقى يتملي إيه أغاني وإعلانات ومسلسلات وأفلام، تلاقي أطفال صغيرين قد كده يا جماعة، دي مأساة، أطفال صغيرين وماشيين في الشارع يغنوا أحدث أغاني، والأغنية لسه نازلة امبارح، والولد ما شاء الله الذاكرة بتاعته قوية، فالأغنية تبقى لسه نازلة امبارح والولد ماشي يغنيها النهاردة. يا ابني إيه ده؟ يقولك دي الأغنية لسه نازلة امبارح وليه لحقت حفظتها؟ طب ما تستثمر قوة الذاكرة اللي عند الطفل ده وتاخده تسلمه للشيخ يحفظ القرآن، وكل ده في ميزان حسناتك. واللي يحفظ القرآن يلبس والديه يوم القيامة تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، الله أكبر. والقرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. خدت بالك؟ ويعني القرآن أسانسيرك في الجنة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. تقولي ما ستة تكلم على ابني، أقولك أيوة، مش إحنا قلنا في الأول حديث النبي عليه السلام، الولد من كسب أبيه. ابنك راح يحفظ قرآن، كل آية بيحفظها في ميزانك وميزانه، كل آية بيرددها في ميزانك وميزانه. يا أخي العزيز حبيبي في الله، كل لما ابنك ينطق بآية قرآنية الملائكة بتعمل 3 نسخ من الآية ديت، 3 نسخ من الحسنات، نسخة لابنك ونسخة لحضرتك ونسخة لزوجتك اللي هي والدة هذا الولد، يبقى نسخة للابن ونسخة للأب ونسخة لمين؟ للزوج اللي هو الأم، الأم والأب. طيب، وفي نسخة رابعة كمان لمين؟ للمحفظ لو أراد بذلك وجه الله. يبقى احنا كده عايزين ايه؟ نجتهد في تربية أولادنا، ربنا يبارك فيكم. تعال نخش على الحتة اللي بعدها، حتة بقى اليقين، وأن الله عز وجل غالب على أمره. لا يمكن ومستحيل ومش هيحصل أبدا في يوم من الأيام إن حاجة تحصل في الدنيا دي كلها ولا في الكون ده إلا بأمر الخالق جل وعلا. حد معترض على الكلام ده؟ في حاجة ممكن تحصل في الكون ده كله إلا بأمر الملك؟ بعض الناس اللي كانوا بيفسروا الظواهر بتاعة الزلازل والبراكين يقول لك أدي يا عم السنية طالعين يقولوا لك عشان بنعصى ربنا فالزلازل حصلت ومش عارف إيه علاقة المعصية بالزلزال دي؟ يا عم زلازل يعني صخرة كانت راكبة فوق صخرة كده، فراحت دي عاملة كده فراحت دي نازلة كده، ظاهرة طبيعية. فاهم إزاي؟ أقول لك ماشي وأنا موافقك على الكلام ده، بس نكمله للآخر. هي فعلا صخرة كانت عاملة فوق صخرة كده، فدي انكسرت سنة فراحت نازلة كده. طيب الصخرة لو اتحركت، هل تتحرك صخرة مش صخرة، استغفر الله، ذرة في الكون إلا بأمر الله؟ ده محال يا جماعة، محال إن شيء في الدنيا دي كلها يتحرك أو يهمس إلا بأمر الخالق جل وعلا. يبقى هي صخرة فعلا اتحركت والصخرة التانية اتكسرت وحصل هبوط، لكن كل ده بأمر الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. الملك في القصة ديت هو الساحر، وكل الشعب وكل عيلة القوم اللي موجودين حوالين اللي هم الملأ يعني اللي موجودين حوالين الملك، كلهم كانوا بيخططوا على ان الغلام ده، وواضح من سياق الحديث حاجة كده لم تذكر لكن تستنبطها. الملك لما الساحر كبر في السن وقال للملك انا عايز غلام، حاضر هجيب لك غلام عشان يعلمه السحر يعني. فيتضح مثلا من السياق مثلا وان كان الامر لم يذكر، ان اكيد الملك طبعا عمل مسابقه كبيره جدا وبدا يجيب الغلمان اللي موجودين في البلد ويعمل اختبارات ذكاء ويشوف ان فيهم المتفوق ومين فيهم اللي مخه متفتح ومين فيهم اللي ذكي، لحد ما وصل لغلام معين، وهو ده بقى اللي هيجيب ايه، هو اللي يقدر يعمل الموضوع ده. فطبعا ليه الغلام؟
طيب الملك وكل الحشر اللي حواليه والساحر وكل دولت بيدبروا الأمر على إن الغلام ده يبقى إيه؟ يبقى ساحر. لكن الملك جل جلاله يريد أن يصنع من هذا الغلام موحدا داعية إلى الله عز وجل، ولن يكون إلا ما قدره الله عز وجل. هيحصل إزاي الكلام دوت؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة اللي جاية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.